هيثم السيد مدير المركز الصحفي لقناة النيل الأزرق معنا على الهواء لمعرفة آخر أخبار الفن والفنانين والأجواء عموما فيما يتعلق بالوسط الفني. صباح الخير هيثم. صباح الخير عليك الأخت. ازيك يا هيثم؟ كيف أخبارك؟ إن شاء الله طيبين. أنا بخير، كلنا كويسين، أنت كويس؟ الحمد لله. تحية لكل الزملاء في الاستديو وكل مشاهدي الهيئة الأدب. الله يكرمك، آخر الأخبار الفنية. آخر الأخبار، امبارح الثلاثاء كان في حفل الفنان السوري المعروف تابوني، كان بيضاعف الصوت وحب الجماهير، كانوا طبعا دي زيارة ثانية لأولين السودان نعم، بعد أن سبق الدار الخرطوم قبل حوالي 10 سنوات. الحفل حقق حضور يعني الجماهير لا بأس به، ربما تأثر بالظروف العامة تعاطفا ومواصلات. هذا كل أسبوع يعني يتداوم مع الحراك في الشوارع، في شوارع العاصمة نعم. وأيضا إلى جانب ضخم الإعلام. لكن لاحظت ان هناك كانت تكاثر عديده من ارتفاع عارف ارتفاع الدخول لهذا الحد الذي تراوح تقريبا ما بين هيثم أين أنت؟ هيثم اختفى في ظروف غامضة ولا شنو يا جماعة؟ طيب إلى أن يكون هيثم معي من جديد عشان نكمل باقي الأخبار. الشمس المشرقة، شكرا جزيلا صديق برنامج الأربعاء العزيز جدا عثمان مصطفى، شكرا جزيلا على الاهتمام وعلى التقدير وعلى آخر الأخبار. آخر أخبار من نوع مختلف. سعيدة بكل التواصل معكم مشاهدينا الكرام، في انتظار هيثم السيد لمعرفة آخر الأخبار الفنية. وزي ما تفضل إنه امبارح كان في حفل للفنان السوري سامو زين، وحسب حتى المعلومات اللي عرفناها عموما كلها من السوشيال ميديا انه يعني كل مسلزمات الحفل، اوكي ما في مشكله، مسلزمات الحفل الماليه ان شاء الله حتكون لاجل او لصالح اهلنا طبعا في سوريا، ربنا ان شاء الله يخفف عليهم. هيثم طيب اقوم انا اتكلم عن الموضوع ولا نسمع اغنيه؟ رأيك شنو يا طارق؟ نتكلم عن الموضوع. طيب احنا طبعا كنا في يعني نتكلمنا في كم موضوع كده، لكن كنا نتحدث عن موضوع المشاعر. طيب اكمل اسئله لهيثم السي. هيثم اوكي نكمل هيثم بعد ذاك قبل ما نطلع الفاصل الغنائي، اقوم اكمل لكم باقي يعني الموضوع. هيثم من جديد، كنا واقفين عند سامو زين. طبعا تقدر الناس هناك تكاوي تعلم ارتفاع الاعمال في النادي، ربما هذه مثلا لضحك الكثير الجماهير للحق. اذا من الاسباب اللي فيها الباب الثاني الارتفاع اليوم الحالي للنادي الذي يلعب الان 10 مليار ولعب قضيه اتفقت وقامت بطل الحق طيب هذا اليوم إلى بعد أهمية كبيرة جدا في ثقافتنا العامة والتحديد على الوصول للفنية والمجتمعات المختلفة. أيضا من الكلمات المهمة كانت المحكمة هي كانت تحديد الوصية الكبيرة آمن الحل بعد تطبيق الطعام والنساء الفنية والإنسان آمن الحل وعلم من الأستاذ عبد الله
في الدار وفي البيت رأيتهم من هنا سعودية أيضا الآن نطلب نظام التسجيلات هناك الأنفة من الحكومة المنظمة الواحدة في المدينة في المدينة في المدينة في المدينة كل ساحل في المدينة جميل ومسلم في المدينة في المدينة وتجد التسجيلات فيها رائعة وجميلة من خلال المسلم المعنى للثقافة الدينية المفاجأة كما تكون هي برحلة الاستقرار الجديد من العاصمة المستقرة الثورة الأخيرة الآن في طبع المفاجأة الخلال واحد الذكرى الشرعية التي الفنان الحسين الحرم محمد يدي دكتور رحمن نعم كلام جميل، شكرا جزيلا هيثم، تحياتي وتقديري لك، شكرا لكل الرسائل الحالية الموجودة في صفحتنا الخاصة بالبث المباشر. هيثم سعيد مختار تحياتي لك، وسميرة محمد الحسن برضو تحياتي لك وكل الأصدقاء. مشاعر العطاء والمحبة من طرف واحد، كيف أنتم تتعاملوا معها؟ هل مر عليك أنك أنت انجذبت للشخص وما وريته ذاته أنه أنت عندك أي مشاعر سامية اتجاهه، ولو وقحت في الفقد، لأنه ده طبعا فخ أنك يكون عندك عواطف من طرف واحد لشخص قد لا يعلم عنك يعني نهائيا، أو ممكن ما يكون متصور أنه أنت عندك كمية كبيرة من المشاعر والعطاء للطرف الآخر. في ناس عندهم قدرة رهيبة على الكتمان، لكن للأسف الكتمان بيكون لمتين. وهل لو الحاجة ده حصلت لزول والطرف الثاني ده ما كان عارف وبعد ذاك مش شاف حياته، أنت كيف حتتعامل مع هذا الموقف؟ تجارب كثيرة حياتية بنسمع من أصدقائنا، بنسمع من قصص منتشرة بشكل كبير في السوشيال ميديا، أثر هذا الموضوع طبعا مؤلم على الصعيد النفسي، يعني لأنه ممكن يكون الشخص الثاني عايش حياته ومبسوط أو حتى ممكن يتعامل معك كشخص عادي جدا، ومن طريقة تعامله أنت ما بتقدر أنك أنت تعبر له عن مشاعره. وفي ناس بعض الحاجات الكثيرة دي أمنياتهم يعني بعد بالنجاح الكبير، ما في أي فشل فيها، ما بعد بالفشل، بالعكس يعني قصص عاطفية، كمية من العطاء المهول جدا حتى لو الشخص ما عارف، لكن بتجي نقطة معينة بيعبر عن مشاعره وبعد ذاك ربنا بيسر الأمور ويسهلها. نشوف آراءكم بعد فاصل غنائي، خليكم معنا.